صلاح منصور من مواليد سنة 1923 في شبين القناطر، وتوفي في 19 يناير 1979. هو ممثل مصري اشتهر في فترة الستينات، عرف بأدوار الشر في السينما المصرية، معروف طبعا ممثل قدير. كان أول أدواره هو دور هاملت. حياته المهنية بدأت عام 1940 كصحفي بمجلة روزا اليوسف، ولم يكن عمره قد تجاوز 17 عاما. ولشدة هوسه بالفن التحق بالقسم الفني في المجلة، وأتاح له ذلك لقاء عدد كبير من الفنانين، وتمكن من إجراء أول حوار مع المطربة أسمهان. لم يكمل عمله بالصحافة لفترة طويلة، حيث علم بافتتاح معهد الفنون المسرحية، وقرر أن يلتحق به للدراسة ضمن طلاب الدفعة الأولى التي كانت تضم فريد شوقي وشكري سرحان وحمدي غيث، إلى أن تخرج فيه عام 1947، وأسس مع الفنان زكي طليمات فرقة المسرح الحر عام 1954. علاقته بالسينما بدأت حينما عمل ككومبارس في فيلم غرام وانتقام عام 1944 مع يوسف وهبي وأسمهان، وظل ينتقل ككومبارس. دي مع إسماعيل ياسين كان كومبارس برضو. وتعدى عليه الجمهور بالضرب من شدة احترافيته في تجسيد دور الطاغية الوحشية الإمام ابن يحيى في فيلم ثورة اليمن عام 1966. حصل على جائزة أحسن ممثل مصري إذاعي عام 1954، كما حصل عام 1963 على جائزة السينما عن دوره في فيلم لن أعترف. عمل كل الشخصيات والأدوار. وفي عام 1964 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما نال جائزة الدولة التقديرية من أكاديمية الفنون في 1978 في الاحتفال بالعيد الفني. حينما مرض ابنه الأصغر هشام، اضطر للسفر معه إلى الخارج لتلقي العلاج على نفقة الدولة، حيث أجرى جراحة عاجلة بلندن تكلفت مبالغ طائلة، فاحتاج إلى تجديد طلب العلاج على نفقة الدولة، ومد فترة بقائه لثلاثة أشهر أخرى. وفي تلك الأثناء تصادف زيارة الرئيس الراحل أنور السادات لهناك، فطلب منه منصور مد فترة علاج ابنه، ووافق السادات شفاهة، إلا أنه طلب من الرئيس أن يوقع على الورقة التي قدمها له، أحرجه يعني. فابتسم السادات وأدرك ما يرمي إليه، ووقع على الطلب، إلا أن ابنه توفي بعد إجراء الجراحة مباشرة. الرئيس السادات صلاح منصور. اشتهر صلاح منصور بلقب عمدة السينما المصرية نسبة إلى دوره في فيلم الزوجة الثانية، والذي قام فيه بأداء دور العمدة عثمان الظالم. كان من أهم الأدوار اللي عملها، أظهر فيها براعة شديدة مع سناء جميل وسعاد حسني. الدفاتر دفاترنا. شارك ابن صلاح منصور الأكبر في حرب 73، وعندما جاءه خبر استشهاده وزع حلويات على جيرانه والمارة في شارع منزله، وعانق الرئيس السادات وبكى في حضنه، وتبرع بمكافأة ومعاش ابنه الشهيد لتسليح الجيش المصري حتى رحل عام 1979. كان راجل أصيل. قال عنه الممثل البريطاني الشهير تشارلز لوتون عندما عرض فيلم مع الذكريات في لندن عام 1962،
بعدما صافحه: لو أن هذا الممثل الموهوب موجود عالميا لكنت أسلمت له الشعلة من بعدي. إقرار بأنه مبدع. وفي نهاية السبعينيات وأثناء استعداد منصور لتقديم مسرحية بعنوان بكالوريوس في حكم الشعوب أمام النجم الشاب حينئذ نور الشريف، اعتذر صلاح منصور للمرة الأولى عن العمل بعد تعاقده عليه بسبب مرض السرطان الذي كان اشتد عليه، ورشح بدلا منه يحيى الفخراني، فظل يعاني من سرطان في الرئة وتليف في الكبد ويقاوم آلام المرض أكثر من 3 أعوام دون أن يصارح أحدا بحقيقة مرضه. وقيل أن القهر على رحيل ابنه كان من الأسباب التي عجلت بوفاته في 19 يناير 1979. الله يرحمه.